حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي حدثنا عبد الصمد حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال بما اهللت قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا ان معي الهدي لاحللت وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهلّ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاهدِ وامكث حرامًا كما أنت.